ومعنا من لندن تحديدا من أمام مقر البرلمان مراسلنا أشرف سعد. أشرف، هل تنقل لنا الصورة من غير المسؤولين؟ نتابع ردود الفعل المستمرة على مدار هذا النهار بعد قرارات بوريس جونسون، ولكن ذكرت لنا قبل ساعة تقريبا بأن البريطانيين يجتمعون أيضا أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لبوريس جونسون. بالتأكيد هناك رفض شعبي واسع النطاق لبوريس جونسون على مستوى مختلف الفئات السنية والاجتماعية. عندما كان البريطانيون يلزمون منازلهم طوال 24 ساعة تنفيذا لتعليمات الحكومة التي وضعها بوريس جونسون بنفسه، بعضهم لم يودع أحبائه عندما وافتهم المنية بسبب القواعد الصارمة لمقاومة تفشي فيروس كورونا. كان بوريس جونسون في مقر البرلمان يقيم الحفلات ويحتسي الخمر ولا يلتزم بأي من قواعد التباعد الاجتماعي، بل إنه كان يدعو موظفيه لإقامة هذه الحفلات. بالطبع هذا أصابه بشرخ كبير في علاقته بالمواطنين البريطانيين الذين ربما كانوا يثقون بأنه يمثلهم ويمثل مستقبل بلادهم. نستمع صيحاتهم الآن هنا في مقر البرلمان أو حول مقر البرلمان، ينددون ببوريس جونسون ويطالبون برحيله على الفور. ليس الأمر قاصرا على فضيحة الحفلات التي سجلت في التاريخ اسم بوريس جونسون بوصفه رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي وجهت إليه تهم جنائية، وثبتت هذه التهم واضطر لدفع غرامة للشرطة لكي لا يحاكم بسببها. أيضا هناك الفضيحة الكبرى التي عصفت بمستقبله السياسي بشكل كامل، هي أنه اختار نائبا يدعى كريس بينشر. هذا النائب كانت قد وجهت إليه اتهامات أخلاقية، اتهامات بالتحرش الجنسي قبل عامين، وأخطر بها بوريس جونسون آنذاك، ولكنه رغم ذلك أصر على اختياره ليتولى منصبا مهما في الحكومة وفي الحزب. وعندما سئل المسؤولين في مقر 10 داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية أو في فريق بوريس جونسون، قالوا إنه لم يكن يعلم بهذه الاتهامات، ولكن ثبت بعد ذلك أنه كان يعلم ولكنه ادعى أنه نسى. هذه الأخطاء الأخلاقية لا يمكن أن يقبلها المواطنون البريطانيون. في برامج الأخبار هذا الصباح كان هناك كم لم أسمعه في حياتي من الشتائم الموجهة لبوريس جونسون، يعني على كل المستويات. وصف بأنه أفاق، وصف بأنه غير أمين، وصف بأنه كاذب، حتى وصف بأنه يتبع أساليب من البلطجة للبقاء في سدة رئاسة الوزراء البريطانية. بالطبع كان هذا قبل أن يتوجه إليه رئيس لجنة 1922 السير جيرهام هاردي، وأبلغه بصراحة بأنه إذا لم يستقيل فسيضطر للرحيل رغما عنه. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة الشاملة من لندن تحديدا أمام مقر البرلمان مراسلنا أشرف سعد، شكرا جزيلا لك.